تمام، صار يسوي ريكورد هلا. تمام. تمام كويس، اوكي. بس غريب انه لما حاولت احمل الملف ما قبله، الهاي حجمه كبير فما بعرف كيف بدنا نحمله. دكتور بطريقه ثانيه. اوكي خلص بنحكي فيها بعدين. تمام اوكي. فيبقى كروماتوجرافيك سيبريشن انسترومنتيشن. هلا فيش مختبر الا في جهاز كروماتوجرافي. طبعا الكروماتوجرافي نوعين، يا غاز كروماتوجرافي يا ليكويد كروماتوجرافي. طبعا غاز كروماتوجرافي وليكويد كروماتوجرافي التنين بيحووا كولوم، لكن الموبايل فيز غاز اسمه غاز كروماتوجرافي، الموبايل فيز ليكويد شو اسمه؟ ليكويد كروما، ليكويد كروماتوجرافي. تمام. فيبقى الاناليتيكال ميثود شو الاشي المطلوب منها؟ انها تفصل اثنين نهائيا، انه لما يمشوا مع بعض يكونوا مفصولين نهائيا. فيبقى دائما بتلاحظوا انه اهم كلمه في الكروماتوجرافي اللي هي ايش هي؟ شو اسمها؟ شو البارامتر؟ ريزوليوشن. شو اسمه؟ ريزوليوشن. ريزوليوشن معناها انه الديتكتر بيقدر يتطلع على المركب الواحد بطريقه منفصله. ريزوليوشن معناها، طبعا المركبات بتطلع على شكل بيكس، بتطلع على شكل ايش؟ بيكس. معناها اول ما تطلع البيك الاولانيه بتجي البيك الثانيه وبعدين الثالثه، اللي هو هذا شو بنسميه؟ ريزوليوشن. طبعا انا كيف بتعرف على البيك؟ بتعرف عن الوقت اللي طلعت فيه من الكولوم. فهذا الوقت شو اسمه؟ التايم اللي بتطلع فيه البيك من الكولوم شو اسمه؟ اسمه ريتينشن تايم. شو اسمه؟ ريتينشن تايم. فيبقى اذا كان في عندي ريزوليوشن ببدا اطلع على السنسيتيفيتي وببدا اطلع على السلكتيفيتي. فيبقى السنسيتيفيتي والسلكتيفيتي هاي للديتكتر. لمين؟ للديتكتر. تمام. والريزوليوشن لمين؟ انو اللي بفصل؟ انو اللي بفصل؟ الفصل وين بيتم؟ الفصل بيتم على الكولوم، صح؟ الفصل بيتم وين؟ على الكولوم. والسنسيتيفيتي والسلكتيفيتي وين بيتم؟ على الديتكتر. تمام. فطبعا انا السيبريشن رح يكون بين شغلتين، بين المركبات بعضهم وبين ايش؟ المركبات، والمركبات اللي بنسميها اندوجينيوس. شو بنسميها؟ اندوجينيوس. فهي الاندوجينيوس بتيجي في الطرق اللي هي الدوائيه، انه مع الانالايت بيطلع مركبات تانية، يعني هو طالع المركب بياخذ معه اصحابه. تمام. فيبقى هون انا بهمي انه هذه المركبات تطلع، انها تطلع قبل ما يطلع الانالايت. اوكي. فيبقى combining understanding of chromatographic separations principles with technical experience in operating chromatographic instruments enable allies to optimize and develop analytical methods. فطبعا هون بدي ايش؟ بيجي دور الاناليتيكال كيمست اللي ماخذ الكروماتوجرافي، انه شو يسوي؟ انه يحاول يطور طريقه تحليليه، مش لانالايت واحد، عاده بكون مجموعه من الانالايتس، بحيث انه ايش؟ يتحقق عندي ثلاث شغلات. اول شغله ايش هي؟ ايش هي اول شغله؟ ايش هي؟ هاي ريزوليوشن. هاي ريزوليوشن. ولما يتحقق الريزوليوشن شو الثانيه؟ سنسيتيفيتي. والثالثه ايش؟ سلكتيفيتي. طبعا في الاناليتيكال ميثود احنا كنا نحكي سنسيتيفيتي وسلكتيفيتي، لكن لما يكون معها كروماتوجرافي شو لازم ينضاف لها؟ ريزوليوشن. اوكي؟ فيبقى الكورس راح يتكون من ايش؟ من الاجزاء التاليه: Fundamentals of separations، كيف انه منحقق السيبريشنز، وايش هي الثيوريز تاعت السيبريشنز. وطبعا حنبدا من شغلات بسيطه، انه حنبدا من الاكستراكشن اللي هي لما يكون عندنا وحده، ولما نحكي سيبريشن بروسيس لما يكون عندي اكثر من وحده، وفي شيء اللي باثر على الريزوليوشن اسمه ايش؟ باند برودنج. باند شو معنى باند؟ باند ايش معنى باند؟ حزمه.
باندها رابطة هيك بيك، البيك بتكون على شكل ايش؟ باند. فهي الباند يا بتكون نحيفة هيك يا بتكون ايش؟ عريضة. انو احسن تكون نحيفة ولا عريضة؟ نحيفة؟ طبعا نحيفة، اول شيء بتاكلش كتير صح؟ بتكون ثم معناها بتاخدش وقت كتير، فيبقى الريزوليوشن شو بكون؟ احسن. الريزوليوشن شو بكون؟ احسن. فيبقى في نظرية اللي اسمها ايش؟ اسمها باند برودنينج. تمام. بعد ما نخلص الثيوري اوف كروماتوغرافي بنيجي على ايش؟ على الاكسبيريمنتال، بنحطه على انسترومنت، لانه في الفاندامنتالز كل الكلام كان عن الكولوم. شو كان الكلام كله عن عن الكولوم، ويمكن الكولوم يكون ايش؟ ارخص شيء في الجهاز، لانه الجهاز الكروماتوغرافي بتكون من ثلاث اجزاء رئيسيه: انجكتر اللي هو البحقن في العينه، والكولوم اللي هو بيتم في عمليه السيباريشن، والديتكتر اللي هو ايش؟ اللي هو فيه السنسيتيفيتي، وكمان ممكن يعمل لي ايش؟ ايدنتيفيكيشن. طبعا في عندي غاز كروماتوغرافي وعندي ليكويد كروماتوغرافي. ليش غاز كروماتوغرافي وليكويد كروماتوغرافي؟ بقول لك لانه في مركبات بتفضل الغاز كروماتوغرافي، وفي مركبات بتفضل الليكويد كروماتوغرافي. اني المركبات اللي بتفضل الغاز كروماتوغرافي؟ شو بتتوقعوا؟ شو بتكون طبيعتها؟ طبعا الغاز كروماتوغرافي دائما بكون الكولوم على درجات حراره عاليه، درجات حراره عاليه، فيبقى المركبات اللي بتنفصل في الغاز كروماتوغرافي بتكون بالعاده فولاتايل. شو بتكون فولاتايل؟ شو معنى فولاتايل؟ مش طايره، يعني تتبخر بسرعه. شو بصير لها؟ بتتبخر بسرعه. فولاتايل معناها فولاتايل معناها بتتبخر بسرعه، فمعناها كل ما تصل درجة حرارتها أعلى من البولينج بوينت تاعها بتصير بالغاز فيز وتمشي بالكولوم. تمام؟ أما الليكويد كروماتوغرافي اللي هي النون فولاتايل كومباوندز، اللي هي النون فولاتايل كومباوندز. تمام؟ فيبقى طبعا بدنا نتعرف أني اللي بتمشي بغاز كروماتوغرافي وأني بتمشي بالليكويد كروماتوغرافي. بعدين إيش؟ نيجي على هلا الديتكتر. صار هلا الديتكتر المعتمد في كل التحاليل الطبيه وال الطبيه والانفايرومنتال والفورنسيك ساينس. شو معنى فورنسيك؟ شو معنى فورنسيك؟ فورنسيك اللي هي العينات اللي هي في علم الجريمه، صح؟ اللي هي في علم الجريمه، اللي هي ايش؟ انه لازم تعمل ايدنتيفيكيشن. فيبقى هاي شو بدها؟ الماس سبكترومتري. شو بدها؟ الماس سبكترومتري. بقول لك اي يونيفرسال ديتكتور. شو معنى يونيفرسال؟ شو معنى يونيفرسال؟ يونيفرسال معناها عالمي، معناها يصلح لجميع المركبات. والماس سبكتروميتر اذا المركب فيه له ماس يبقى ايش؟ بصير له عمليه ايدنتيفيكيشن. اذا كان له ماس بصير له عمليه ايدنتيفيكيشن. اوكي تمام. فيبقى دائما اي ميثود قبل ما نستخدمها شو لازم نعملها؟ عمليه ايش؟ اللي بدينا فيه اليوم يا تاعون الاندستريال، شو لازم نعملها؟ فاليديشن. شو لازم نعملها؟ فاليديشن. لانه اي شيء قبل ما نستخدمه لازم نعمل له عمليه فاليديشن. تمام. فيبقى هلا ملخص ما يكون انه احنا ايش؟ انه جايين على analytical methods فيها اكثر من analyte، بدنا نفصلهم ايش؟ simultaneously. شو معنى simultaneously؟ يعني في آن واحد، يعني من حقنة واحدة بدنا نطلع كل المركبات. فيبقى حتى نطلع كل المركبات هدول لازم نعمل لهم عملية فصل، وحتى ينفصلوا مظبوط لازم البارامتر اللي نطلع عليه شو اسمه؟ resolution. فيبقى الكروماتوغرافي 1 دايمنشن ولا 2 دايمنشن؟ يعني جزء ولا جزئين؟ 1 ستيب ولا 2 ستيبس؟ 1 ستيب. 1 ستيب ولا 1 ستيب معناها بروح على الديتكتر مباشره. يبقى اذا ما كانش 1 ستيب شو بكون؟ 2 ستيبس. الستيب الاولى فصل،
والستب الثانية ميجرمنت. الستب الثانية ايش؟ الستب الثانية ما ميجرمنت. معناها هيك. معناها ايش؟ هيك. معناها ايش؟ معناها هيك. اول شيء بنحقن العينة. انجكشن. انجكشن. تمام؟ بعدين بعد ما نسوي لها انجكشن يبقى بتدخل على الكولوم. على الكولوم شو بده يصير لها؟ شو بده يصير لها؟ سيباريشن. فيبقى كل علم الكروماتوغرافي ايش هو؟ هو عبارة عن ايش؟ كل المساق هذا بده يكون عبارة عن ايش؟ عبارة عن عملية سيباريشن. يبقى كل الثيوري اوف الكروماتوغرافي مالها كلياتها بدها تيجي على السيباريشن. وشو هي الكلمة المهمة بالسيباريشن؟ ريزوليوشن. وبعد عملية السيباريشن تيجي عملية ايش؟ ديتكشن. اوكي؟ ديتكشن. تمام؟ فيبقى هون ممكن ينفصل. اذا الديتكتر ضعيف بشوفش البيك. اما اذا كانت ايش؟ اذا كان الديتكتر منيح شو بصيف؟ ديتكشن. والديتكتر هذا اذا كان كتير منيح بيعمل لي كمان ايش؟ ايدنتيفيكيشن. اوكي؟ فيبقى انجكشن، سيباريشن، ديتكشن. طبعا الكولوم هذا شو بكون فيه؟ الكولوم بتكون من شغلتين. بتكون من شغلتين الكولوم. الكولوم زي ما انتم شايفين هون، الكولوم فيه بكون شغلتين. في موبايل فيز وكمان ايش؟ الموبايل فيس هاي بتتحرك بسرعة ثابتة. إذا كانت غاز اسمه غاز كروماتوغرافي، إذا ليكويد اسمه ليكويد كروماتوغرافي. والثانية اللي هي بتعمل السيباريشن اسمها ايش؟ ستيشنري فيز. تمام؟ فيبقى دائما عملية الكروماتوغرافي هي عملية كومبنسيشن بين نوع الموبايل فيز ونوع الستيشنري، نوع الستيشنري فيز. اوكي؟ تمام. فيبقى هلا هاي الشغلات اللي بدنا ناخذها. تمام؟ هلا بدنا نبدا بالفاندمنتال. شو بدنا نسوي؟ بدنا نبدا بالفن، بدنا نبدا بالفاندمنتالز. اوكي؟ فيبقى بالفاندمنتالز كيف هاي الشاشة ممكن اشيلها انا؟ كيف هاي بشيلها للميوت؟ اوكي. انتو باين عندكم السكرين كاملة صح؟ دكتور. مش مبين الصور والهيا حاجات التانية هاي، مش مبين. لا هيا طلعت. اوكي خلاص. هسه اختفت من عند الفيديو بنفس زوم. اوكي خلاص هيا. خلاص اوكي خلاص ماشي خليها فوق. تمام. طيب هلا اول شيء بدنا نقول السولفنت اكستراكشن. اول شيء بدنا نتعلم شو هو ايش السولفنت اكستراكشن. طبعا السولفنت اكستراكشن هذا فيه له شغلتين. اول شغله مهم جدا كعمليه الكروماتوغرافي، المبدا الكروماتوغرافي انه بدي ايش؟ انه بدي واحدة افصلها كانت فيز واوديها على فيز. السولفنت اكستراكشن مهم كتير كمان وين؟ في السامبل بريبريشن. مهم وين؟ بالسامبل بريبريشن. لكن هون انه احنا بدنا ناخده عشان ايش؟ بدنا ناخده عشان الكروماتوغرافي. بدنا ناخده عشان الكروماتوغرافي. اوكي؟ تمام. يبقى شو تعريف الاكستراكشن؟ ترانسفير. طبعا شو في عندي انا؟ سوليوت اللي بدي افصله شو اسمه؟ solute from one phase to another. معناها في عندي solute موجود بفيز 1 بدي اوديه على وين؟ على فيز 2. من فيز 1 على فيز 2. طبعا هو بحب 2 اكثر من 1 ولا بحب 1 اكثر من 2؟ شو بتتوقعوا؟ 2. بحب 2 اكثر من 1 ولا كان ما بروحش صح ولا لا؟
طبعا في الاكستراكشن في البريبريشن حبه لاثنين معناها بروح على اثنين بتركيز اكثر صح، بروح على اثنين بتركيز اكثر وحبه على اثنين في الكروماتوغرافي شو معناها؟ انه بقعد فيها وقت اطول، بقعد فيها ايش؟ وقت اطول. فلما يقعد وقت اطول في الستيشنري فيز بتاخر في الكولوم ولا بتقدم؟ بتاخر ولا بتقدم بالكولوم اذا بحب الفيز القاعده؟ بتاخر. بتاخر طبعا لانه المركب بالكولوم بحب الستيشنري، بحب ايش؟ بحب الستيشنري فيز. لكن الموبايل فيز شو بتضل تدفعه؟ شو بتضل تطرد؟ تطرد فيه، بيمشي وبقعد، بيمشي وبقعد، بيمشي وبقعد. اذا بيمشي اكثر ما بقعد بطلع اسرع، بقعد اكثر ما بيمشي شو بصير فيه؟ بتاخر. وهيك بتتم عمليه السبا، وهيك بتتم عمليه السبريشن. اوكي تمام. طبعا ايش الشرط بين التو فيزز هدول؟ ميسبل ولا انميسبل؟ شو معنى ميسبل وشو معنى انميسبل؟ انميسبل بدوبوش ببعض، لو بدوب ببعض يبقى ما تمش عندي عمليه الفصل. تمام. فيبقى هو ايش؟ السوليوت بتحرك من فيز الى، بتحرك من فيز الى فيز. بتحرك منين؟ من فيز الى، من فيز الى فيز. اوكي تمام. فيبقى اول شغله اول بارامتر لهذا المحلول، هي في عندي انا سوليوت بفيز 1 بده يروح على وين؟ على فيز 2. العمليه عمليه انتقال مش تفاعل كيميائي، فاهمين كيف؟ يبقى يبقى كما هو. تمام. فطبعا اثنين قد تكون، اثنين عاده بتكون عضويه، قد تكون يعني بنقول اثنين بنقصد اورجانيك. اوكي واحد شو بنقصد؟ اكويس. شو بنقصد؟ شو بنقصد؟ اكويس. لما اذا قلنا اورجانيك تمام بنقصد اثنين، اذا قلنا واحد بنقصد اكويس. واذا كنا بنحكي عن الكروماتوغرافي عن الكولوم، اثنين اسمها ستيشنري، شو بكون اسمها؟ ستيشنري. وواحد شو بكون اسمها؟ موبايل. شو بكون اسمها؟ موبايل. اوكي فيبقى الراشيو 2 الى 1، 2 قد تكون الاورجانيك و1 قد تكون الاكويس. اوكي وطبعا هو ايش؟ بكون يحب التنتين اكثر من الواحد. فهي خاصيه لمين؟ خاصيه للمركب بين التو فيزز، يعني خاصيه لمين؟ للسوليوت اللي هو عاده بكون بتراكيز قليله جدا. اللي بكون بتراكيز ايش؟ بكون بتراكيز قليلة جدا. فيبقى كل مركب أو كل سوليوت between two immiscible phases في إله constant شو اسمه؟ KD. شو اسمه؟ شو اسمه؟ KD distribution coefficient. شو اسمه؟ distribution coefficient اللي هو ال concentration ratio بين مين ومين؟ بين تركيز السوليوت بالفيز الثانيه على تركيز السوليوت وين؟ بالفيز على تركيز السوليوت بالفيز الاول. تمام وضحت؟ بدي اسمع. تمام ايوه اوكي. يبقى الكي دي اس 2 على اس 1، لكن انا هلا بديش انقل تراكيز، بدي انقل مولات. كيف بروح من تركيز لمولات؟ كيف بروح من كونسنتريشن لمولز؟ الـ number of moles هي عبارة عن إيش؟ concentration في إيش؟ في volume. تمام في volume. يبقى هي صار عندي concentration ratio وصار عندي كمان إيش؟ volume ratio. يبقى الـ KD طورتها، لما بضربها بـ volume ratio تمام؟ يبقى تمام لما بضربها بـ volume ratio تمام؟ يبقى بكبرها صح؟ اذا كانت ال V2 على V1 اكبر من واحد فيبقى بكبرها، لكن بضل شو اسمها KD، شو بصير اسمها؟ شو بصير اسمها؟ K-. شو بصير اسمها؟ K-. وال-K- شو اسمها هاي؟ Capacity ratio. شو اسمها؟ Capacity ratio. تمام.
أن اللي فيهم ثابتة لا تتغير؟ الكادي؟ الكادي لا تتغير، لكن الكاداش بتتغير، بتتغير حسب إيش؟ فوليوم. حسب الفوليوم ريش. فيبقى زي ما أنتوا شايفين هون إنه أنا بتحكم إنه الكادي كويسة، لكن أنا إيش بدي أضبطها؟ فيبقى شو بداخل أنا هلأ؟ كاداش. تمام، شو صارت؟ كاداش. فيبقى بديت من distribution coefficient وتطورت لوين؟ لكاداش. تمام، يبقى هلأ صارت عندي عملية separation زي ما أنتوا شايفين. هاي هون، هاي الاس 2، هاي الاس في فيز 2، وهي الاس في فيز، هاي الاس وين؟ في فيز 1. طبعا I shake them، شو بصير للسوليوت؟ بروح من 1 إلى 2، هو اساسا بكون ب 1 بالاكوياس. انا بروح بضيفه ايش؟ اورجانيك فيز، وبصير اسوي لهم شيكينج. طبعا انتم بتعرفوا انه احنا بنسوي السيبريشن في السيبريتوري فانلز، كلكم بتعرف شفتوا السيبريتوري فانلز في العضويه؟ السيبريتوري فانلز، في السيبريتوري فانلز. تمام، وقت ايش بتم السيبريشن؟ لما تركيز الاس 2 على الاس 1 يكون متساوي، والكاداش المولات اللي انتقلت بتكون اس 2 في في 2 على اس 1 في 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 1. تمام، فيبقى شو صار عندي هلا؟ كاداش. طيب يبقى شو صار هلا عندي انا؟ جزء صار له ايش؟ اكستراكتد، اللي هو راح على وين؟ فاي اس ولا فاي 2، صح؟ هذه قد تكون فاي اس او فاي او او فاي 10. فاي اس هو الفاي للاكستراكت، تمام، الفراكشن اكستراكت. الفاي اس فراكشن اكستراكت، تمام تمام. والفاي ام هي الاكستراكشن ايش؟ الفاي ام هي عباره عن ايش؟ الان اكستراكت، صح؟ الان اكستراكت، تمام. يبقى بعد ما سويت عمليه الشيكينج، جزء من السوليوت صار له اكستراكتد. قديش الفراكشن؟ فاي اس. قديش الان اكستراكتد؟ فاي ام. الفاي اس زائد فاي ام شو بيساوي؟ واحد. فيبقى هاي اذا بتحاول تعوض انه ايش؟ الكي داش شو بتساوي؟ فاي اس على فاي، شو بتساوي؟ فاي اس على فاي على فاي ام. تمام؟ طبعا انا الكي داش جبتها منين؟ من الكي دي، صح؟ تمام؟ وبعدين بحسب الفاي اس، وبحسب ايش؟ الفاي، الفاي ام. تمام؟ بعدين كل اكستراكشن شو فيه له؟ افيشنسي، شو فيه له؟ افيشنسي. فالافيشنسي اوف اكستراكشن 1 ناقص فاي ام ضرب 100، 1 ناقص فاي ام ضرب 100. لكن انا ايش؟ الاكستراكشن ممكن اسوي سنجل، وممكن اسميه ايش؟ مالتيبل. شو معنى سنجل؟ مثلا لنفترض انه انا 100 ملي اكوياس بدي اسوي لها اكستراكشن ب 500 اورجانيك. اذا حطيت ال 100 بال 500 مرحله واحده، شو اسمه هذا؟ سنجل اكستراكشن. اما اذا جبت 100 حطيت 100 خضيتهم وشلت الاورجانيك، بعدين ضفت كمان 100 خضيتهم وشلت ال 100 الثانيه، عملت الاكستراكشن كم مره؟ كم مره؟ كم مره؟ 5 مرات. 5 مرات. هذا اسمه مالتيبل. شو اسمه؟ مالتيبل. تمام، فيبقى الاكستراكشن فاي ام تو باور ان. طبعا الفاي ام الثانيه اصغر من الفاي ام الاولى، صح؟ الفاي ام الثانيه محسوبه 100 مع 100، اما الفاي ام الاولى محسوبه 100 مع 5، محسوبه مع ايش؟ مع 100 مع 5، 500. يبقى كل اكستراكشن شو فيه له؟ فيه له اكستراكشن افيشنسي. حتشوفوا انه ايش؟ انه الاكستراكشن افيشنسي، تمام، في المالتيبل اكستراكشن اعلى كثير من ايش؟ من السنجل اكستراكشن، لكن مالها؟ بتاخذ وقت اطول. المالتيبل اكستراكشن شو ماله؟ بياخذ وقت، وقت أطول. يبقى خلينا نوقف هون، والمحاضرة الجاي منعيد القوانين ونبدأ نحل الإكزامبلز. نبدأ إيش؟
نحل الاكزامبلز. اوكي كيف كانت المحاضره؟ نعم يعني الصوت كان واضح. هاي دكتور كويس كله تمام يعني كل شيء تمام كنتوا مرتاحين وكنتوا هايتين. طيب ممتاز. يبقى هلا خلينا نيجي نحكي عن المساء. اوكي هلا بدكم امتحانين ولا ميدتيرم؟ ميدتيرم وبيبر ولا تو اكزامز؟ ميدتيرم وبيبر يمكن. ميدتيرم يبقى ميدتيرم 30 علامه على الميدتيرم و20 بيبر، بس البيبر بدنا نعمل لها برزنتيشن. اوكي تمام. ناخذ اناليتيكال ميثود بيشتركوا فيها 2 و3 وبعدين بدخلوا على الزوم وبشرحوا لنا شو اللي بيعملوا. اوكي تمام. وبنسالهم اسئله. تمام. فبنحاول نخلص المساق باربع خمس اسابيع وبعدين ايش بنضل ايش نسمع اكسبيرمنتس اوكي تمام. فيبقى حيكون عندنا ميد تيرم من 30 علامه وحيكون علينا عندنا كمان بيبر. طبعا رح انا اعطيكم البيبرز لقدام عليها قديش؟ عليها 20 علامه والفاينل عليه 50 علامه. اوكي تمام. اوكي